مباراة المنتخب الوطني المغربي ومنتخب الشيلي. أيها السادة والسيدات، أهلا وسهلا بكم لمتابعة هذه المباراة الودية عبر قنوات الشركة الوطنية لدعوة التلفزة المغربي استعدادا لمونديال قطر 2022. دخول المنتخبين رقعة الميدان في انتظار سافرة هذا الموعد. إذا المنتخب الوطني المغربي كما قلنا بالاسم للتشكيل الأساسي، البحث عن الأهداف، البحث عن الأهداف من أجل إسعاد كل الجماهير المغربية أينما تواجدت، ليتولى تدريب في كأس العالم قطر 2022. تنطلق المباراة من جانب عناصر المنتخب الوطني المغربي، كيف ستكون بداية هذا الحوار؟ لن تحضر الأولي على مستوى بناء الهجوم للمنتخب الوطني المغربي. استلام، طريقة جميلة، رائعة، الكرة كانت من طرف سفيان بوفيل، يسلم زياش، الانطلاقة من جانب زياش، العرضية والتمريرة، فرصة خطيرة، هنا الكنترول، هنا المحاولة، هنا التسديدة، جات من طرف من طرف نصير حكيم زياش. تحضير الكرة عبر عز الدين ولاحي، العرضية من عز الدين، هنا ارتدت ثم محاولة إعادة لهذه الهجمة الخطيرة اللي فادت للمنتخب الوطني المغربي. إذن حكيم زياش الرمسية، جميلة اللقطة، الارتقال كان من جانب عناصر المنتخب الوطني. لاحظوا الدور الكبير على مستوى الدار الراسية، أشرف داري، راسية أشرف داري مرت محادية عن القائمة الأيسر لمرمى الحارس بايغانم سايس، تصل من الجهة اليسرى، البحث عن التمرير، خطيرة، متابعة، ما حتى من أجل استغلال هذه البينية، لكن خروج الحارس برايان كورتيس. يتواصل الضغط المغربي، لمسة جميلة من حكيم، مشات لأشرف، هي الخطورة، فرصة، وطالب بخطأ من جانب عناصر المنتخب الوطني. أرانغويس شيلي من الوسط من جديد، صعوبة كبيرة في إصدار الكرات، والبينية حذاري خطيرة لمنتخب الشيلي، فرصة تسدد، والكرة ترتطم بالقائمة الأيمن، لحسن الحظ، نقول لحسن الحظ ضاعت هذه الهجمة لمتر عبر الجهة اليسرى. لاحظوا انسيرالات نوي سفيان بوفيل، بوفيل طريقة جميلة، والحكم يقول خطأ لفائدة منتخب الشيلي، مطالبة بركلة جزاء، أظن بأنه فيها الخطأ، وبذلك هل كان هناك إسقاط؟ هنا نتابع لقطة لأصيبة على إثرها أو سقط على إثرها سفيان موفان. الجزاء عز الدين ناحية، يلا شباب من الهجمة المغربية لعز الدين ناحية، مروغة جميلة، انطلاقة في الخطورة العرضية، تغطية دفاعية من جانب منتخب الشيلي لحكيم زياش، عرضية خطيرة، جميلة اللقطة، جميلة العرضية من حكيم، ومتابعة سفيان مفعل، مرت الكرة، نتابع إعادة هذه الكرة من طرف حكيم زياش، من طرف سفيان مفعل، حضرها لنصير مصراوي، نصير تسدد، رائع، رائع الهجمة للمنتخب الوطني، فعل جميلة من جانب النخبة الوطنية على مستوى البناء الهجومي. حديث ثلاثي حول كيفية تنفيذ هذه المخالفة، هل تمنح الهدف الأول للمنتخب؟ أشرف في سديد خطيرة، جول، لكن مرفوض، الحكم يرفع الراية، تؤجل الفرحة للمنتخب الوطني المغربي. فيدال ضغط مغربي، افتكاك، محاولة فيها الخطورة، خطيرة، ركلة جزاء، ركلة جزاء للمنتخب الوطني المغربي. هنا ضغط المتقدم، تموي بلمسة يد واضحة، يشير آل حكيم، شيء مهم اليوم أقول هذا، يحضر في انتظار إن شاء الله النتيجة كذلك في تفاصيل هذا الشوط الثاني. سفيان جول 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 لفائدة سفيان مفال، مغربية خطيرة، صابري بإمكانهم أن يمنحون إضافة لحظة دخولهم، قلت لكم لاحظوا.